السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور مع بعض فيديو جديد. الفيديو ده يا جماعة فيديو مهم جدا ولازم كلتنا نسمعه عشان إن شاء الله كلتنا هنستفاد منه. الفيديو النهاردة بإذن الله هنقول لكم على شوية معلومات مهمة جدا جدا، لازم نخلي بالنا يا جماعة من الموضوع دوت بالذات في الأيام ديت. معظم الناس مفكرة إن خلاص الشتا خلصت، خلاص الصيف داخل، كل الحاجات ديت. لا، النهارده يا جماعه، النهارده ان شاء الله هتستفادوا معايا وهتعرفوا حاجه مهمه جدا. هي ايه بقى؟ ان شاء الله تشوفوها قدامكم كده، يعني انتوا هتلاحظوها يعني في قلب الفيديو دوت. طب نسمي الله ونحط لايك للفيديو، عايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وتشيروه، علشان خدوا بالكم فعلا والله هتستفادوا من الفيديو ده. طيب اول حاجه، انا جت المكان دوت، المكان ده يعني فجأة كده، لا على البال ولا على الخاطر، يعني انا جت فجأة كده. الموضوع ده يا جماعة بيحصل خلال يوم واحد بس، تبص تلاقي بان عليه، اللي هو بقى اللي هو الشوطة او الفيروس الانفلونزا يا جماعة. ده خلي بالكم نشطة جدا في اليومين دوت. لو انت عملت المستحيل، في ناس كتير تقول يا مشيماء طب احنا نحط الدواء، نحط مش عارف ايه، مهما حطيت الدواء، مهما حطيت اي حاجة مفيش فايدة. يعني اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كلاته النهارده بالذات، انا جيت يمكن امبارح كان الوضع يختلف عن الوضع ده تماما. النهارده يا جماعه يعني انا جاي اعرفهم كده، لقيت الوضع يعني ما يصرش، ما يصرش خالص. لو لاحظت الديكور الروم بتاع اللي يقف قدامكم دي واقفه كشه، مفيش بقى لا صوت زي كل مره ولا في اي حاجه، تحس كده ان هي ايه كشه كلها ورا بعضها كده. اللي جيت ابص كده لقيت يعني ايه، ببص بقى اشوف البط اللي نايم، لقيت ما شاء الله البطه ناتفه ونايمه زي ما انتم شايفين كده. في قفص تاني برضو، يعني كنت جايه ان انا اظبط لهم البيض بقى واحط لهم بيض زياده ومش عارف ايه. ففوجئت كده من المنظر قدامي، الروم كله يا جماعه يعني يعتبر مش هيعدي منه اي حاجه. ليه؟ لان ديت يعتبر شوطه. انتوا طبعا عارفين ان المكان منه كده للهو وفي وسط الغيطان، ويمكن دي اول مره تحصل في المكان اللي انتوا شايفينه ده. دي في الوانزه محدش يا جماعه يقول طب انا هجيب علاجات، طب انا هعمل، اي نعم احنا بنبقى ايه بنعمل لهم رفع مناعه، بنفرم توم، بنفرم بصل، ليمون، حط كركم، خل، على اساس ان انت ترفع المناعه بتاعتهم شويه. الكلام ده كلته يا جماعه يعني ايه، ده بيبقى لسه في البدايه. بس كون ان اجي الاقي الرومي بالشكل ده كده، لا بياكل ولا بيشرب ولا اي حاجه فجاه كده، وخدوا بالكم اول حاجه بتظهر فيه هو الرومي. يعني كنت اسمع ناس كتير كانت تقول لك ايه الرومي يا جماعه اول حاجه بتظهر فيه، وده فعلا حقيقي، ده اللي انا لاحظته النهارده. لقيت فيه اسهالات خضراء، تحس كده ان ايه يعني في نقطه بيضة عامله زي الجير، الميه بتاعته سايبه خالص، الخضار اللي صايم عن الاكل. يمكن انا جبت له برده شويه خضره كده، قلت علشان ايه يعني هو بيحب الخضره، لما كنت بحط له خضره كان بيجري جري على الاكل كده، قبل الفراخ قبل كل حاجه، وكان يقعد ياكل. دلوقتي لو انتوا لاحظتوا معايا ماليش نفس خالص ان هو ياكل اي حاجه. انا عرفت ان هي دي بدايه شوطه، لان اللي يعني فجاه كده يعني هنقول مثلا برد او كده، لا دي يا جماعه ده فيروس او شوطه اللي هي ايه الانفلونزا. فزي ما انتوا شايفين كده انا هذبح دلوقتي الروم ده، لان لو انا سبته كده ممكن يموت. لو انا عالجت او عملت تاكل او اديت له حقن او اديت له اي حاجه برضه هيموت. فالافضل ايه، طالما صام عن الاكل الذبح له احسن، تحس كده ان ايه ان كاشش في نفسه كده ودماغه كده يعني ايه، تحس ان هي يعني نازله تحت كده. فخلاص انا عرفت بقى ان هو ده شوطه. الموضوع ده هيبقى ايه يعني، اللي قبل كده مات رومية وانا ذبحت واحده، فانا قلت يمكن شويه برد او حاجه وهيرقوا كده. لا، صبحت تاني يوم لقيت برضو ايه في فرخه ميته وكده، فعرفت ان الموضوع دوت مش موضوع ان هو شويه تعب او من الهوا ولا كده. لا، الروم اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، حتى بصوا بقى، يعني انا هاخده دلوقتي كده اذبحه. لقيت حاجه ظهرت على الفراخ، همسك الفراخ دي كلها برضو هذبحها. فانا بقول لكم النهارده يعني انا عملت الفيديو ده على اساس ان احنا كلتنا لازم يا جماعه نستفاد منه. حصل حاجه زي دهيت ما تقعديش تقولي لا طب انا هدي علاج، طب انا هدي مش عارفه ايه. السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت لما جت عندي انا يعني هقول لكم، مش هكذب عليكم، اقول لكم انا جبت فعلا علاجات كتير. انا فعلا والله يا جماعه لو انا قلت لكم ان انا جبت 300 جنيه علاج مش هتصدقوا، لان كان عندي ما شاء الله كميه كبيره. القطين الاثنين كانوا ما شاء الله مليانين، وكنت بجيب هنا وهنا وهنا وصغير وكبير ولا عمل اي حاجه. كنت بحط خل في الميه بتاع اللي هو الكلور في الميه ومش عارفه ايه، لما عدى عندي شويه فراخ طيبين.
يعني كان عدى عندي شويه برضو لما بقيت احط كلور ومش عارفه ايه وكده، وكان اللي مات مات واللي ذبحته ذبحته، وفعلا كان عدى شويه طيبين. الرومي طبعا زي ما انتم شايفين انا هذبحه كلته اهو، مش هسيب اي حاجه، لان لو انا سيبته قلت يمكن يروق، هتبص تلاقي لحمته بقت تحمر منك ويبوظ، فالافضل ان انا هذبح ده كلته. يمكن الروميتين اللي شايفينهم دولت هو اصلا مات منهم واحده، يعني الروميتين اللي شايفينهم دولت اللي يمكن اذبح منهم حاجه، ولو لقيتهم كويسين يمكن اسيبهم، لو ما لقيتهمش بقى كده هبقى اذبحهم مع الفراخ زي ما انتم شايفين كده. البط، البط يا جماعه بيستحمل، يعني البط ما يخافش عليه، اللي هو اصلا بيبقى يعني ايه المناعه بتاعته بتبقى قويه شويه، انما اللي ممكن اللي هو يعني يتاثر قوي الفراخ. فان شاء الله هذبح الروم النهارده، ولو صبحت تاني يوم ولا حاجه لقيت الفراخ فيها حاجه ميته او تعبانه هذبحها كلها، وباذن الله برضو هعمل لكم فيديو وهقول لكم. تمام، فدلوقتي بقى انا يعني ايه هبدا ان انا ارص البيض للبط، لان انا كان عندي كميه بيض في المكان اللي هناك، فانا قلت اجي اظبط المكان كده على اساس ان انا اجيب لهم البيض، وطالما في بطه نطفت وكده هجيب لهم ارصه، لان في بطتين اتنين يعني ما شاء الله نايمين على القفصين اهما زي ما انتم شايفين، حتى يمكن فيهم بيضة فرخة وكده. هو خلاص بقى الرومي يعني ما عادش بيبيضوا كده. ف يا جماعة نخلي بالنا من الموضوع ده كويس، انا النهارده عملت الفيديو دوت على اساس ان احنا كلتنا يعني ما نفكرش ان خلاص الشطة خلصت. هو اي نعم احنا كنا بنقول ايه يعني هي بتيجي من شهر 11 ومش عارفة ايه وبتبدأ تنشط، بتيجي في شهر 11 وبتيجي برضو في الايام ديت، لان الايام دي في تغيرات في تقلبات، يعني تبص لايه الجو هوا يوم الجو حر يوم، الحاجات دي كلها. وانتوا طبعا عارفين ان المكان عندي في الهو، المكان عندي ما شاء الله في المكان اللي هناك على السطح ما شاء الله ما صابوش اي حاجه، ما فيش حاجه اتاثرت، لان الطيور يعتبر مقفول عليه هنا بقى، لان طبعا في وسط الغيطان وكده والجو بيبقى هوا ومش عارفه ايه، والجو اصلا مكشوف، يعني انت عندك المكان اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، ده مكشوف ممكن اي طار ولا حاجه حامل عدوى حامل فيروس، ممكن هو مثلا يعني يعمل اي حاجه وهو ماشي في الجو ده بيعمل عدوى للطيور. فانتي النهارده عايزاكم يا جماعه على طول دايما تعملوا حاجه ترفع المناعه بتاعت الطيور عندك، افرموا توم بصل ليمون خل، خل كويس جدا، حاولي ان انت مثلا لو انت عندك كلور، الكلور او الكلوكس الكلوركس ولا حاجه، تحط مثلا ولو غطا ولا حاجه على الميه بتاعتهم، ده يعتبر مطهر معاهم. انا طبعا مش يعني خلاص بقى مش هحط اي حاجه، انا هحاول ان انا اذبح كل اللي انتم شايفينه دوت على اساس ان انا يعني خلاص لا هوفر بقى العلف بتاعهم، اعمل ابدا ان انا ان شاء الله اربي تربيه تانية من جديد، بس مش هربي دلوقتي خالص الا من مكان اطهره كويس جدا. هنبدا بقى ان شاء الله نجيب الايه الفراخ بتاعه الفقاسه اللي كنت انا مربيها هناك، هنبدا ان شاء الله ان احنا نجيبها هنا. طالما الرومي بدا بالموضوع دوت، انا عارفه ومتاكده ان الفراخ طبعا رخره، بس الفراخ يعني بتصبر شويه، لان هو اول حاجه بتظهر عليه هو الرومي ده بذا. انا جيت يعني لو كنت انا مثلا لاحظت الموضوع ده من امبارح ولا كده، لان انا كنت هنا اصلا امبارح في المكان ما لقيتش حاجه، يعني هو جه فجاه كده، صبحت تاني يوم لقيته زي ما انتم شايفين كاشش كده. ولو انا سبته بقى مثلا يوم ولا حاجه وقلت عم عالج او ادي حقن او اعمل وصفات والكلام ده كله مش هلاقي اي حاجه. فحاولي لو انت عندك مثلا لا قدر الله لقيت مثلا حاجه ميته فجاه، اعرفوا ان ده يعتبر شوطه او اللي هي الايه الانفلونزا، ما تحاوليش ان انت تبقى حاجه، لان يعني بلاقي ناس كتير بتقول يا شيماء حصل عندي الوضع كذا كذا، فحاولي ان انت على طول تذبحي استفادي، بدل مثلا ما يموت عندك كميه كبيره ولا حاجه، حاولي ان انت تستفادي منهم احسن، وربنا بقى يعوض، وان شاء الله ممكن ان انت ايه تجددي بقى التربيه وتربي من جديد. ادعوا لي بقى ربنا يعوض، والطبق البيض اللي هو بتاع الروم ده اللي في الفقاسه دوت يطلع، وان شاء الله هنرجع برضو نجدد سلام من جديد. ولاجل الحظ كان في حد من المتابعين قال لهم شيماء انا عايز روم من عندك وكده، كان والله العظيم فعلا يا جماعه يعني ايه، فانا كتبت له فعلا في الكومنتات ان الروم تعبان وانا ذبحته وكده، ف يعني ايه قلت برضو اطلع اعمل لكم الفيديو دوت عشان ممكن يعني محدش يصدق وكده، ف يعني هو خلاص نصيبه بقى واحنا كمان نصيبنا كده. فان شاء الله يا جماعه هنبدا ان احنا ايه، انا خلاص ذبحته اهوت، هنبدا ان شاء الله برضو نجدد من جديد، وهنبدا برضو ان احنا ايه نعمل سله من جديد، حتى برضو الفراخ لو انا ذبحتها ان شاء الله هنرجع برضو يا جماعه، لان انا عندي ما شاء الله كميه شامورت كبيره برضو على السطح، هبدا ان انا اجيبها يعني، والمكان باذن الله هرجع اعمره من جديد، يعني ما فيش اي مشكله خالص. وبعدين الحاجات اللي هي بتيجي في الحاجات اللي زي ديت برضو بتبقى خير، ونقول الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل،
والحمد لله تمام. فنصيحتي لكم يعني في الايام ده هي تخلي بالكم، لو انت عندك الفراخ في الهواء ولا حاجه حاولي ان انت تحبسيه او تحطها في اوضه ولا حاجه وتفتحي لها شبابيك عادي. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عادي.